تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات، وذلك بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لقب بطولة رالي داكار 2020 الذي أقيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة. هذا نصها: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسرني أن أرفع لسموكم خالص التهاني والتبركات بمناسبة فوز مملكة البحرين في رالي داكار 2020 الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتتوالى بذلك الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين المتحققة بفضل رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. إن هذا الإنجاز يعكس جهود سموكم حفظكم الله وما لها من عظيم الأثر في تطوير القطاع الرياضي ومختلف القطاعات الأخرى بمملكة البحرين، بما يسهم في تحقيق التميز والتفوق على كافة الأصعدة، لما من شأنه أن يعود بالخير والازدهار على الوطن والمواطنين، داعياً الله أن يحفظكم ويوفقكم وأن يمتعكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر. وأتقبل سموكم حفظكم الله كل التحية والاحترام، عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني للسيارات.